صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأشجار القادمة. جاء فيه المادة الأولى: يوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياط الأشجار القادمة وفقا لنص المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأشجار القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020. المادة الثانية: يستقطع مبلغ وقدره 450 مليون دولار أمريكي من حساب احتياط الأشجار القادمة لمرة واحدة فقط، ويخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة.